السلام عليكم طلاب، قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك الفيديو يا الطلاب حتى تعم الفائدة. هاي قناتنا على التليجرام، اللي يحب ينضم لها رابطها راح يكون أسفل الفيديو بالوصف. اليوم اكو أخبار تخص طلاب الجامعات وأيضا طلاب المدارس. نبديها بأول خبر يخص طلاب الجامعات، وبعدين ننتقل لأخبار مشتركة تخص طلاب المدارس والجامعات. وزارة التعليم 19 من أيلول المقبل موعدا لتخرج طلبة العام الدراسي الحالي من الدور الأول. 14 تشرين الأول المقبل موعدا لتخرج طلبة العام الدراسي الحالي من الدور الثاني. يعني إن شاء الله هاي مواعيد رسمية من وزارة التعليم. يوم 19/9 راح يكون موعد تخرج طلاب العام الدراسي الحالي طلاب الدور الأول، أما طلاب الدور الثاني فموعد تخرجهم راح يكون 14 من تشرين الأول المقبل. وأيضا الخبر اللي يخص طلاب المدارس، المتحدث باسم وزارة التربية حيدر الفاروق يقول بأنه أكثر من 650 ألف طالب سيؤدون الامتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط يوم الأحد المقبل 1/8. امتحانات الثالث متوسط في موعدها المقرر 1/8، إلى الآن لا يوجد اعتماد لدرجة نصف السنة للثالث متوسط. طالب الثالث متوسط الذي يرسب بثلاث مواد في الدور الأول لا يمكن له أن يمتحن دور ثاني. مثل ما سمعتوا طلاب، خبر واضح، المتحدث باسم التربية قال بأنه أكثر من 650 ألف طالب راح يمتحنون امتحانات مال الثالث متوسط الدور الأول يوم الأحد يوم 1/8 إن شاء الله. يعني ما باقي شيء، ما باقي تقريبا 5 أيام تبلش امتحانات الثالث متوسط. وده يقول بأنه لحد الآن ماكو اعتماد على درجة نصف السنة للثالث متوسط، لكن يعني ما نفى بشكل رسمي وقال بأنه ماكو اعتماد، لا، بس ده يقول أنه لحد الآن ماكو اعتماد على درجة نصف السنة للثالث متوسط. لحد الآن امتحاناتهم ثابتة يوم 1/8. وأيضا طلاب الثالث يعني من راح يمتحنون، إذا يرسب الطالب بثلاث مواد فيعتبر راسب وما يمتحن دور ثاني. إذا يرسب بثلاث مواد بالدور الأول فيعتبر راسب وما يمتحن أصلا دور ثاني ويعيد السنة، بس إذا يرسب باثنين فيحق له يمتحن دور ثاني، يعني يعتبر مكمل، لأن هم أصلا موادهم يعني للتذكير طبعا أنتوا راح تمتحنون طلاب الثالث بأربع مواد فقط، فإذا نجحت باثنين ورسبت باثنين يحق لك تمتحن دور ثاني، أما إذا رسبت بثلاثة فما يحق لك تمتحن دور ثاني. وأيضا خلية الأزمة النيابية برئاسة الكعبي تعقد غدا اجتماعا مع المسؤولين في وزارة الصحة للوقوف على تداعيات ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا. إن شاء الله يوم غدا راح يعقدون اجتماع خلية الأزمة النيابية ويا المسؤولين بوزارة الصحة، يناقشون قرارات تخص فيما يخص تداعيات ارتفاع الإصابات بالفيروس، وأيضا يصدرون قرارات جديدة. إذا صدروا قرارات جديدة فراح نوافيكم بكافة الأخبار. طبعا هاي الوزارة ما مسؤولة يعني على إصدار قرارات رسمية، وإنما تصدر فقط توصيات، لأن يعني هي خلية أزمة خاصة بمجلس النواب. إذا رادوا يرسلون فيرسلون توصيات، وبعدين يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا. فإذا صدروا أي شيء يخص طلاب المدارس أو الجامعات راح نوافيكم بكافة الأخبار.